السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا في دروس المقدمة الآج الرومية، ومع الدرس الثاني من دروس شرح المقدمة الآج الرومية. قبل أن نبدأ، يعني أولا كما اتفقنا في الدرس السابق، درس نصائح قبل تعلم النحو، وأيضا التعريف بعلم النحو. أولا خذ قلمك ودفترك لتكتب بعض الفوائد وبعض الشروحات التي ستكون على السبورة إن شاء الله. أولا نقرأ المتن ثم الشرح إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى حديثه عن الكلام، لكن قبل أن نتكلم عن الكلام، أولا نذكر الكلمة. ما تعريف الكلمة؟ لأن الكلمة هي أساس، هي الأساس في بناء الجملة. الكلمة أولا، الكلمة تعريفها لفظ مفرد. هذا اللفظ المفرد دل على معنى. ما معنى هذا الكلام؟ لفظ يعني نتلفظ به، وكلمة مفرد هنا عكسها مركب، وسنعرف هذا إن شاء الله تعالى قريبا. لفظ مفرد يعني كلمة واحدة مفردة، هنا واحدة دل على معنى، يعني له معنى. مثال ذلك مثلا كلمة كتاب، كلمة زيد، كلمة قلم، كلمة ذهب، كلمة في. نعم، هذه كتاب، هذا لفظ ومفرد، كلمة واحدة له معنى، الكتاب، والكتاب المعروف كتاب دل على معنى زيد. إذن أول شيء هنا الكلمة هي لفظ مفرد دل على معنى. طيب، ما أقسام الكلمة؟ أقسام الكلمة ثلاثة كما تعلمون. عندنا أولا الاسم والفعل والحرف. يعني الاسم هو كلمة، عليكم السلام، والفعل كلمة، والحرف كلمة. طيب، لكن ما الفرق الآن؟ ما الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ سنعرف الآن الفرق. الاسم نقول هنا كلمة دلت على معنى، هو تعريف الكلمة هنا. كذلك الفعل أيضا كلمة دلت على معنى، والحرف كلمة دلت على معنى. وما الفرق الآن؟ الفرق أن الاسم دلت على معنى ولم تقترن بزمن، ليس معها زمن. مثل ما قلنا كلمة كتاب، أو نقول مثلا كلمة صوم، الصوم،
هل أنت إذا سمعت كلمة الصوم يأتي في رأسك الصوم مثلا الآن أو قبل ذلك أو بعد ذلك؟ لا، هذه كلمة الصوم، كلمة كتاب ليس فيها زمن، لكن الفعل هنا دلت على كلمة، دلت على معنى، واقترنت، يعني كان معها، واقترنت بزمن. كما تعلمون نقول مثلا صام يصوم سيصوم صم صام صلى ذهب، هذا في الماضي، يصوم الآن، يصلي، يقرأ، يتكلم، سيقرأ، سيصوم، سيتكلم. نعم، الحرف كلمة دلت على معنى، وهنا كلمة دلت على معنى، ثم نقول يظهر مع غيره في الجملة. يعني يقولون كمثل مثلا الواو من الحروف، أو في مثلا، يقولون في لا يظهر معناها كاملا إلا إذا كانت في الجملة، القلم في الحقيبة، في يعني داخل هنا. لكن يمكن أنت إذا سمعت كلمة في أن يأتي في رأسك معنى أن شيئا في شيء، لكن هنا مثلا حرف الواو لا تعرف معناه ولا يظهر معناه إلا إذا وضعته في جملة. و ما المعنى؟ ما معنى و؟ لكن لو قلت مثلا قوله تعالى والعصر، إذن هذه الواو واو القسم. لو قلت حضر محمد وعلي، إذن هذه واو العطف، فمعناها يظهر مع غيرها في الجملة. وهنا حرف، يعني هذه الكلمة وإن كانت حرفان هنا، لكنها اصطلح واتفق على تسميتها بأنها حرف، وسنعرف هذا قريبا إن شاء الله تعالى. ثم نأتي إلى كلام ابن أجروم رحمه الله تعالى، قال الكلام الكلام، إذا سمعت كلمة الكلام، عندنا كلمة وعندنا كلام. الكلام قال، يعني لو أردنا أن ندرس تعريف الكلام، تعريف الكلام في اللغة كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قال الكاف واللام والميم أصلان، وذكر أن الأصل الأول منهما يدل على أو هو عبارة عن نطق مفهم، وفي هذا رد على من يقولون إن الكلام في اللغة هو عبارة عن كل ما أفهم، كل شيء يحصل به الإفهام، كما قال ذلك صاحب التحفة السنية، قال إن الكلام هو عبارة عن كل ما تحصل بسببه فائدة. لكن هذا الكلام فيه نظر، عبارة عن ما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. والتحقيق لا، الكلام في اللغة عبارة عن نطق مفهم. أردت أهل اللغة؟ هذا كلام أهل اللغة. قال هذا من؟ ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. وبالمناسبة فإن معجم مقاييس اللغة معجم لم
يعني لم لا يوجد في أي لغة في أي لغة من لغات الأرض معجم مثله، لا يوجد معجم مثل هذا المعجم، لأنه يأتي بأصول الكلمات وبالأشياء التي يمكن أن يقاس عليها. على كل حال، قال هنا الكلام عبارة عن نطق، هذا شيء مهم جدا، عبارة عن نطق ومفهم، هذا بالنسبة للغة. أما أن يقول هنا عبارة عما تحصل به الفائدة، سواء كان لفظا أم كتابة أم إشارة، لا، الكلام في اللغة ليس هكذا. وإنما كما رد على هذا القول، إنما أرادوا أن يمرروا بدعتهم هنا، يعني في مثل قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول لك هنا ليس الكلام المقصود بالكلام هنا يعني كلام نفسي أو شيء مثل هذا، لا، الكلام في اللغة عبارة عن نطق مفهم. كلم الله موسى تكليما يعني كلمه بلفظ، وسبحان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر. عموما الكلام في اللغة هو عبارة عن نطق مفهم. أما في الاصطلاح، وعرفنا أن كلمة اصطلاحا يعني اتفاقا فيما اتفق عليه أهل هذا العلم أو أهل هذا الفن. اصطلاحا قال ابن أجروب الكلام هو اللفظ، هذا أول شيء، المركب، المفيد بالوضع. إذن عندك بارك الله فيك في تعريف الكلام أربع كلمات: اللفظ هذا أول شيء، الشيء الثاني المركب، الثالث المفيد، الرابع بالوضع. اللفظ يعني ما يلفظ وما ينطق وما نسمعه بآذاننا. إذن هنا شروط الكلام حتى تتحقق فيه الشروط، عندنا أربعة شروط: أن يكون لفظا يعني الكتابة، الكتابة التي تكون مكتوبة هذا ليس من الكلام، هذه كتابة. الإشارة مثل ما يضعون مثلا إشارة مثلا هنا ممنوع الوقوف مثلا، هذه الإشارة ليست كلاما. إشارات المرور ليست كلاما، هذه إشارة. طيب، إذن الشرط الأول أن يكون لفظا، الشرط الثاني أن يكون مركبا. مركبا معناه أنه تكون وتركب من كلمتين فأكثر، هذا معنى المركب، أن يكون مكونا من كلمتين فأكثر. ومركب هنا هي عكس لكلمة مفرد، هنا عندنا الكلمة لفظ مفرد، الكلام لفظ مركب، لفظ مركب. والتركيب في اللغة له أنواع سنتعرض لها إن شاء الله في دروسنا ونشرحها بالتفصيل. إذن أن يكون لفظا مركبا. الشرط الثالث أن يكون مفيدا، يعني يعطيني ويعطي السامع فائدة يحسن أن يسكت المتكلم عليها. ويأتون بمثال مثلا، نقول لو أنصف الناس، هل يمكن أن أقف؟ لا. لو أنصف الناس ماذا يحصل؟ لو أنصف الناس استراح القاضي، لو اجتهد طالب العلم لتقدم في دراسته، هكذا. الكلام المفيد يحسن أن يسكت المتكلم بعده أو عليه. الشرط الرابع هو أن يكون
بالوضع. ما معنى بالوضع؟ الوضع قالوا هذا خلاصة الشرح هنا، أن يكون بالوضع يعني أن يكون على ما وضعته العرب، أو ما أو أن يكون على لغة العرب. هذا معنى بالوضع، يعني أن يكون على لغة العرب. وفي الوضع العربي مثلا، العرب وضعوا لهذا الشيء لفظا، فسموا هذا الشيء باسم القلم، بخلاف اللغة الإنجليزية مثلا سموه مثلا بن. فكل لغة وضعت لهذا الشيء أو لهذا المعنى لفظا. هنا حتى يكون الكلام كلاما معتبرا في النحو، لابد أن يكون بالوضع، يعني باللغة العربية وعلى ما وضعه أهل هذه اللغة. إذن من أمثلة الكلام المفيد، نأخذ هنا مثالا، مثال للكلام الذي استوفى الشروط. عندما نقول مثلا العلم نافع، طيب أنا قلت العلم نافع، هذا لفظ مركب تكون من كلمتين طبعا أو أكثر، هنا تكون من كلمتين، مفيد استفدنا شيئا، العلم نافع، الجهل ضار. بالوضع يعني باللغة العربية العلم ونافع، هذه كلمات عربية. طيب لو قلنا مثلا شرح المعلم الدرس، نعم تنطبق عليه الشروط، لفظ مركب تكون من كلمتين أو أكثر، مفيد وباللغة العربية بالوضع العربي. طيب لو قلنا مثلا اسمع، اسمع، اسكت، تعال، هل هذا يوافق الشروط؟ ننظر، أن يكون لفظا، نعم هذا لفظ، اسمع مركبا، هنا قلنا مركبا أن يكون من كلمتين أو أكثر. طيب هذه كلمة واحدة، أقول لك نعم كلمة واحدة، لكن هنا هذا الفعل لابد له من فاعل، وهو هنا مستتر مقدر تقديره أنت، فهذه الكلمة وإن لم ننطق بها لكنها في حكم الموجود، في حكم الموجود، فهذا الكلام تركب هنا من كلمتين، لكن الكلمة الثانية موجودة حكما، يعني هذه موجودة لفظا، هذه يقولون موجودة حكما. على كل حال اسمع كلام استوفى الشروط، شروطه موجودة، لفظ ومركب، لأن الكلمة الثانية مقدرة أو مستترة كما تعلمون، ومفيد وبالوضع باللغة العربية. هذا مثال للذي استوفى الشروط. مثال لغير ما استوفى الشروط، للذي لم يستوفى الشروط. إذا قلنا مثلا باللغة الإنجليزية تجد مكتوب مثلا exit هكذا، يعني خروج، هذا ليس كلاما لا ينطبق عليه الشروط. هذه الإشارة بمعنى ممنوع الوقوف مثلا، هذا ليس كلاما، خلاص. إذا تكلم شخص ب هذا عكس اللفظ، أن يكون هنا إشارة المركب، إذا قال شخص مثلا كلمة واحدة مثل أن يقول الهاتف بس هكذا ولم يكمل، هذا أيضا ليس كلاما، نعم. وبالوضع يخالفه أن يكتب أو أن يقول شيئا بلغة غير اللغة العربية. إذن نعود إلى كلام ابن أجر الروم، قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هنا عندنا في قول ابن أجر الروم وأقسامه ثلاثة
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسامه، ماذا يعني بكلمة أقسامه؟ هل يعني أقسام الكلمة ثلاثة؟ أو هل يعني أقسام الكلام ثلاثة؟ هذا إن شاء الله تعالى نناقشه في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.